انا عندي قطعة ارض انا ساكن بالايجار وبعد وعندي قطعة ارض اشتريتها بحيث ان انا اعملها مسكن حوالي 5 سنين وقطعة الارض دي زاد ثمنها وانا لسه ساكن في الايجار ولسه ما بنيتهاش لان لسه ما دخلتش كربون مباني وبعد فيها زكاة؟ لا ليس عليها زكاة. نعم ماشي يا فندم شكرا الله يكرمك.